أحسن الله إليكم يا شيخ. أحد الأخوة يسأل يقول يعني أنا دخلت مسجد وأنا كنت في سفر، والحقيقة دخلت وهم في الركعة الرابعة الأخيرة، فصليت معهم ركعة ثم قمت، كانت صلاة عصر، ثم قمت وجبت ركعة ثانية، يعني قصرت الصلاة رغم أنهم أتموا قبلي، حكمها يا شيخ؟ هل هذا الذي صلى خلف قوم يصلون أربعا وهو يظن أنهم مقصرون الصلاة، هل تبين له أنهم صلوا أربعا قبل أو بعد؟ يعني بعد قبل ما تبين له، بعد تبين له أنهم صلوا أربعا تبين. طيب هل المسجد هذا مما جرت العادة أن المسافرين يصلون فيه مثل المساجد التي على الخطوط في المحطات؟ لا، هو دخل المدينة. المدينة دخل. إذن الأصل في المدينة أن الذين يصلون فيها يصلون أربعا، أربعا نعم، فهو مفرط، فيجب عليه الآن أن يعيد الصلاة أربعا، وتكون صلاته الأولى نفلا تقرب إلى الله عز وجل. أحسن الله. بلغها التالي.